يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم الدعاء والسؤال بهذه الأدعية؟ أسألك بما سألك به عبادك الصالحون. طيب، أسألك بما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. تدعو بدعواتهم، تدعو بدعواتهم. نعم. والسؤال بقوله وأسأل، لا أنك تتوسل بدعائهم، وإنما لأن دعاهم هذا عملهم هم، وإنما تسأل الله بمثل ما سألوا، بمثل ما سألوا الله عز وجل. نعم. وكذلك السؤال بقوله وأسألك بحقك على خلقك وأسألك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه لم يرد هذا. نعم. وأسألك بحق الطائفين حول عرشك، هذا سبق. أسألك بحق السائلين، أن معناه أي حق السائلين على الله هو إجابتهم، والله جل وعلا قريب مجيب، فهذا صفة من صفات الله، أن تتوسل إلى الله لأنه يجيب السائلين، هذه صفة من صفات الله، والتوسل بصفات الله مشروعة، التوسل بأسمائه وصفاته مشروعة. نعم.